السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بأبرز العناوين. نبدأ من صحيفة الوطن القطرية، كأس غالي وعرس موندياليه. في الشرق القطرية احتفالية موندياليه في استاد الجنوب. من الراية القطرية روي فاريا يقول سعادتي لا توصف بأول ألقابي مع تحيل. في صحيفة استاد الدوحة كرنفال الجنوب يزهو بالمجد. نتابع عربيا من القبس الكويتية مؤقتة الأولمبية تتعنت و30 الجاري باي باي. من الأخبار اللبنانية التلاعب شماعة الأندية كتب ورسائل إلى الاتحاد والفيفا. في الشروق الجزائرية فساد الكرة الجزائرية يأخذ أبعادا دولية. نتابع عالميا من جلوبو البرازيلية القطريون يخلدون ذكرى المهندسة المعمارية زها حديد في حفل مبهر. في ماركا الإسبانية روي فاريا يودع تشافي بالتفوق عليه في كأس أمير قطر. هذه كانت أبرز العناوين، لكن المزيد من التفاصيل عن نهائي كأس سمو الأمير وقراءة في الصحف قطريا عربيا وعالميا عن هذا الحدث الاستثنائي الكبير بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مجددا. الصحف القطرية إذن احتفلت وواكبت افتتاح استاد الجنوب وتتويج فريق تحيل بلقب كأس سمو الأمير. جولتنا المطولة قطريا سنبدأها بعون الله من غلاف الصفحة الرئيسية لجريدة الوطن. كأس غالي وعرس موندياليه. إلى غلاف الملحق الرياضي في صحيفة الوطن والمنشات يقول أتحيل يتوج بلقب أغلى الكؤوس برباعية في شباك الزعيم بطل مهيب. من الوطن نتابع أيضا هذا العنوان، صاحب السمو يتوج تحيل بكأس سموه بعد فوزه على السد باستاد الجنوب المونديالي، يستاهل الكاس من شالة. آخر الصفحات من الوطن نقرأ منها، استاد الجنوب إبهار يخطف الأنظار، تحفة معمارية جديدة تمهد لتنظيم مونديال استثنائي، رسالة سلام للعالم بكل اللغات، وقطر تفتح أبوابها للجميع في مونديال 2022. غانم المفتاح، درس في العزيمة والإصرار. إلى ملحق الراية ونستطلع التصريحات التي أعقبت المباراة بالأمس نتابع. روي فاريا مدرب تحيل يؤكد سعادتي لا توصف بأول ألقابي مع الدحلة، أشكر اللاعبين على ما قدموه واللقب تحقق بجدارة واستحقاق. كريم بضيف يقول تحيل دائما يؤكد أنه الرقم الصعب. إدملسون جونيور نجم المباراة الأول أهدي اللقب لجماهير تحيل، والمعز علي التتويج إنساني أو أنساني البطاقة الحمراء. صفحة أخرى من ملحق الراية وأراء النجوم العالميين بافتتاح استاد الجنوب نتابع.
حضروا التدشين وأشادوا بروعة تصميم الملعب ومرافقه، نجوم الكرة العالمية في قلب الجوهرة المونديالية. روبرتو كارلوس، ملعب رائع وأجواء ممتازة. النجم الهولندي رونالد ديبور، مؤشرات لكأس عالم مثالية. سامويل إيتو، أهنئ قطر على هذا الملعب الرائع. فرناندو هييرو، ملعب عالمي وسعيد بالعودة للدوحة. الحارس المكسيكي كامبوس يقول تأكيد على قدرات قطر العالمية. وكافو نجم الكرة البرازيلية، قطر أبهرت العالم بالملعب المونديالي. القراءة مستمرة في الراية لأجواء احتفالات تحيل باللقب، ونتابع أيضا الفرحة الطاغية انطلقت من قلعة الجنوب المونديالية، احتفال رائع وجميل لعشاق تحيل. الكأس طيرت العقل والغطر، والفرحة امتدت حتى مطلع الفجر. 40,000 متفرج استمتعوا بالافتتاح المونديالي، تجربة استثنائية للجماهير في ضيافة هلال الجنوب. الشيخ خليفة بن جاسم يقول مشروعات المونديال لم تتأثر بالحصار. آخر الصفحات من ملحق الراية، ومنها نتابع فعاليات تدشين الملعب المونديالي تسعد الآلاف من المواطنين والمقيمين. سهرة جماهيرية رمضانية حافلة في ضيافة استاد الجنوب. نغلق الراية ونفتح الشرق، والبداية من غلاف الصفحة الرئيسية في الجريدة. احتفالية مونديالية في استاد الجنوب، سمو الأمير فخورون بمترو الدوحة أهم مشاريع البنية التحتية. رئيس الوزراء، قطر ماضية بمشاريعها لتجعل المونديال استثنائيا. إلى الملحق الرياضي وغلاف الشرق نقرأ. الطوفان هد حيل السد، من صحيفة الشرق نقرأ أيضا. اهتمام كبير في وسائل الإعلام الدولية بتدشين استاد الجنوب، قطر حديث العالم. آخر صفحات الشرق، وهذا المقال بقلم رئيس التحرير صادق محمد العماري تحت عنوان قطر تدشن المونديال قبل موعده بثلاث سنوات. الكاتب قال احتفلت قطر واحتفل معها العالم وكل عشاق كرة القدم بهذا الإنجاز النوعي في تاريخ استضافة المونديال، حيث سبق أن أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي أن قطر أنجزت مشاريع كأس العالم قبل موعدها المحدد بزمن قياسي. المزيد في السطور التالية. قدمت قطر للعالم نموذجا عمليا على قدرتها العالية بتنفيذ المشاريع الكبرى في زمن قياسي والوفاء بتعهداتها، حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى بتدشين استاد الجنوب ثاني ملاعب المونديال في احتفال مونديالي لنهائي كأس سمو الأمير، شهده مسؤولو الفيفا وقادة الرياضة، ونقل عبر الفضائيات لجميع أنحاء العالم. لقد تحول نهائي كأس سمو الأمير إلى تدشين قطري للمونديال أبهر العالم بجميع مكوناته، وقدم على أرض الواقع مدى جاهزية قطر وقدرتها على تقديم مونديال 2022 بصورة مدهشة وغير مسبوقة، خلافا لكل الحملات المغرضة التي أنفقت لأجلها عشرات ملايين الدولارات للطعن والتشكيك بقدرة قطر على استضافة المونديال. نغلق الشرق لنفتح صحيفة العرب، والبداية مع غلاف الملحق الرياضي. أجواء خيالية في بروفا مونديالية، من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة في الملحق الرياضي، ومقال بقلم رئيس القسم الرياضي الزميل علي عيسى تحت عنوان قطر ماضية بثبات. الكاتب يقول وسط أجواء كرنفالية رائعة لا توصف، احتفلنا أمس بتدشين استاد الجنوب المونديالي وختام كأس سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتظل المناسبتان ذكرى جميلة في نفوس كل من تابعها من داخل الاستاد أو من خلف شاشات التلفزة. المزيد في السطور التالية.
قد حق لنا أن نفرح بهذه المناسبة التي تضع أمام العالم دلائل عديدة على أن قطر ماضية في مسيرتها بدون الالتفات إلى من يريدون أن يعكروا صفوها ممن فرضوا عليها الحصار الذي زادنا قوة، كما قال سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى: فنحن بألف خير من دونهم. حين ظنوا أننا سننهار سارت الأمور كما نحب ونرضى، بل على أفضل حال مما كنا من قبل. فمشاريعنا الكبيرة بعضها أنجزناها بفضل الله وبعد نظر قيادتنا الرشيدة وبعزمنا على أن تكون قطر دائما في المقدمة. أنجزنا الريل الذي استقله سيدي سمو الأمير من مدينة الدوحة وصولا إلى الوكرة، وهو من المشاريع الكبيرة في بنيتنا التحتية بلا شك. وبدأت ملاعب المونديال التي أنشئت من الصفر في الظهور بكامل روعتها. ختام جولتنا على الصحف القطرية مع استاد الدوحة، وهذا الغلاف نقرأ: كرنفال الجنوب يزهو بالمجد، مع هذه الصورة المعبرة الرائعة طبعا لسمو الأمير. إلى صحافة الكويت، والبداية مع جريدة القبس ونتابع فيها هذا التقرير: مؤقتة الأولمبية تتعنت و30 الجاري باي باي. الجريدة تحدثت عن اقتراب مهلة اللجنة الأولمبية الدولية لتنفيذ خارطة الطريق من أجل رفع الإيقاف الكلي عن الرياضة الكويتية. أبرز ما تناولته الجريدة نتابعه في السطور التالية. يبدو أن المشهد بات واضحا وضوح الشمس، ففي حال ظلت مؤقتة الأولمبية على تعنتها ورفضت الانصياع للقرار الدولي بفتح باب الترشيح، فإنها ستواجه مصيرا محتوما، حيث أنها باتت في موقف لا تحسد عليها. وحسب قرار مجلس إدارة الهيئة، فإن 30 مايو الجاري هو آخر أيام المؤقتة، وسوف تصبح من دون صفة قانونية. وعليه وفي حال لم يتم تعديل أوضاعها بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات لمجلس جديد، سيتم تشكيل لجنة مؤقتة جديدة تتولى القيام بمهام الدعوة للانتخابات الأولمبية. وباتت حقيقة المتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية سابقا ومن يسعى لإيقافها مجددا واضحة وضوح الشمس، في ظل محاولات البعض المستميتة للحفاظ على مصالحهم الشخصية مهما كانت النتائج والعواقب. نبقى في الكويت، ولكن هذه المرة مع جريدة الراي، ونطالع: تبوس رئيسا لكرة الطاولة وصميعي للسكواش، السلة يخطو نحو رفع الإيقاف وانتخابات اليد في 30 مايو. آخر الصحف الكويتية معنا اليوم صحيفة الأنباء، ونقرأ فيها: أكدت للأنباء وجود خطة استراتيجية وفق معايير علمية انطلاقا من المراحل السنية. نور الصباح: الكرة النسائية تعمل وفق رؤية متكاملة ولن نستعجل المشاركات الخارجية. الضاحي يقول: معسكر أوروبي لمنتخبي 15 و17 سنة لمدة 25 يوما، اختيار 100 لاعبة من 7 مهرجانات كروية، مرحلة أولى لمنتخب الناشئات. من الكويت نطير إلى عمان، ونقرأ من جريدة عمان: بعد أن تقدم بها للمرة الثانية بالإجماع، إدارة مسقط توافق على استقالة رئيس النادي رسميا. جولتنا العربية تتواصل معكم، ونصل الآن إلى المحطة الأردنية، ونقرأ من جريدة الدستور: الرمثة يكسب المنشية بهدفين في دور الثمانية لكأس الأردن. الوحدات يلتقي الأهلي بأمل الفوز الليلة. وعنوان آخر يقول: الأمير علي يترأس اجتماع عمومية اتحاد كرة القدم. من الأردن نذهب إلى لبنان، ونتابع من جريدة الأخبار: التلاعب شماعة الأندية، كتب ورسائل إلى الاتحاد والفيفا تطالب بعض الأندية بعدم إسقاط أي فريق إلى الدرجة الثانية. عبد القادر السعد الكاتب في الجريدة تحدث عن قضية التلاعب التي هزت الكرة اللبنانية مؤخرا. نتابع أبرز ما قاله الكاتب في السطور التالية.
برز إلى الواجهة كتاب نادي البقاع الموجه إلى الفيفا يتحدث فيه عن تلاعب بالنتائج وخرق قوانين وعدم متابعة جدية من الاتحاد اللبناني لكرة القدم. كتاب البقاع لم يكن الوحيد الذي وصل إلى الاتحاد، فالريسينج أيضا أرسل كتابا كما أفاد رئيس النادي جورج فرح. طالب الاتحاد بفتح تحقيق فيما يحكي عن تلاعب ومراهنات، كما طالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم وعقد جمعية عمومية استثنائية لإقرار هذا الأمر سريعا. ويتشابه التوقيت في إرسال الكتاب مع توقيت نادي البقاع، أي بعد انتهاء الدوري. لكن ما قد يحمي الناديين من المادة 23-5 هو أن الكتابين أرسلا قبل تثبيت النتائج من اللجنة التنفيذية. نترك لبنان ونذهب إلى سوريا ونقرأ من جريدة الثورة. في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد التتويج والهبوط غدا تسدل الستارة بلا إثارة، عقوبات اتحادية مختلفة والأندية تعترض. بنفس الصفحة أيضا نتابع مقالا بعنوان إعادة نظر بقلم هشام لحام الكاتب في الجريدة، الذي تحدث عن انتخابات الاتحادات الرياضية وضرورة إعادة النظر في القوانين. يجب أن يلاحظ أن تكون مواعيد الانتخابات في الأندية تحديدا في نهاية الموسم الرياضي عموما والكروي بوجه خاص، إذ من غير المعقول أن تتعاقد الإدارات الحالية مع لاعبين ومدربين ومن ثم تأتي إدارات أخرى بعد 5 أشهر تقريبا لتجد نفسها تحت الأمر الواقع. حتى وإن كانت الإدارات السابقة على صواب في عملها، ولكن بكل تأكيد لكل رؤيته وبرامجه. أيضا من المهم أن يكون هناك أسس عند الترشح لعضوية مجالس الإدارات، بحيث لا يكون إلا أهل الخبرة وأصحاب التاريخ من الأسماء الكبيرة التي يقبلها الجمهور بتاريخها وأخلاقها. إلى صحافة شمال إفريقيا، والبداية من الجزائر، ونفتح جريدة الشروق ونقرأ فيها. على أمل أن يكون آخر موسم لهذا الملعب العتيق، ملعب تشاكر بالبليدة مرة أخرى لنهائي كأس الجزائر. صفحة أخرى من الشروق الجزائرية نقرأ فيها. فساد الكرة الجزائرية يأخذ أبعادا دولية، الفاف تتعاون مع الفيفا في التحقيق بشأن مباراة تاجنانت والوفاق المشبوهة. ختام جولتنا العربية من تونس، ونقرأ أهم عناوين الرياضة من الصفحة الأولى لجريدة الشروق. ضرب المثل مرة أخرى، لومار ينظف حجرات ملعب العالية. وفي الترجي الرياضي، لوكوزا يسحب البساط من تحت أقدام المهاجمين. وفي النادي الإفريقي، مهلة جديدة في قضية شنيحي. عالميا، الصحف أفردت مساحات كبيرة لتغطية نهائي كأس سمو الأمير وافتتاح استاد الجنوب. نبدأ من البرازيل وصحيفة جلوبال واسعة الانتشار، ونقرأ فيها أبرز ما قالته عن افتتاح الملعب. القطريون يخلدون ذكرى المهندسة المعمارية زها حديد في حفل مبهر. خبر آخر من جلوبو البرازيلية عن افتتاح الملعب، ونقرأ فيها. قبل 3 سنوات من المونديال، قطر تطلق ملعبا حديثا وأمير الدولة يطلق اسما جديدا. الصحيفة قالت إن الملعب أطلق عليه اسم الجنوب، وهو سيستقبل مباريات حتى الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم 2022. الصحيفة قالت إن عبارة السلام عليكم كانت طاغية أمس في الملعب الجديد، وهو تمهيدا لاستضافة قطر لأول مونديال في الشرق الأوسط. ننتقل إلى الصحف والمجلات الفرنسية، البداية من مجلة فرانس فوتبول التي قالت: قطر تفتتح ملعبا مونديالياً جميلا تم بناؤه من الصفر لاستضافة مباريات مونديال قطر 2022. المجلة الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني قالت إن أمير قطر دشن استاد الوكرة الذي يبعد نحو 15 كيلومترا عن قلب الدوحة بتكلفة بلغت 575 مليون دولار.
فرنسيا أيضا، لكن من ليكيب هذه المرة التي أضاءت على خسارة تشافي في آخر مبارياته مع السد. تشافي ينهي مشواره بخسارة في نهائي كأس أمير قطر. الصحيفة الفرنسية الذائعة الصيت قالت تشافي الفائز مع برشلونة بدوري الأبطال 4 مرات وبطل العالم مع إسبانيا عام 2010 وبطل أوروبا مع إسبانيا أيضا 2008 و2012، أنهى مسيرته المحلية بخسارة ثقيلة أمام الدحيل ب4 أهداف مقابل هدف في نهائي كأس أمير دولة قطر. ليكيب أضافت ليلة الخميس كانت رائعة في قطر مع افتتاح ملعب الوكراء المصمم خصيصا لاستضافة مباريات كأس العالم. نختتم جولتنا في فرنسا من لو باريزيان وهذا العنوان اللافت عن نادي باريس سان جيرمان. قيمة باريس سان جيرمان نحو 1 مليار يورو. الصحيفة قالت بالرغم من الطريق الوعرة على مستوى نتائج أوروبيا، وصل نادي باريس سان جيرمان نموه حيث قفزت قيمة علامته التجارية بنسبة 20% في عام واحد لتصبح 914 مليون يورو وفقا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات التجارية براند فاينانس. الصحيفة أضافت في المسائل الاقتصادية يلعب باريس سان جيرمان بقوة في الساحة الأوروبية وتقدر القيمة الإجمالية ب 2.85 مليار يورو، ما يضع بي اس جي في المرتبة 7 بين أندية العالم. ننتقل الآن إلى الصحف الإسبانية التي واكبت أيضا نهائي كأس سمو الأمير، البداية من ماركا فماذا قالت؟ رويا فاريا يودع تشافي بالتفوق عليه في كأس أمير قطر. اليومية المدريدية قالت أن تشافي سيعتزل قبل أن يحقق لقبا أخيرا كان يسعى إليه بقوة، لكنه سيودع الملاعب رسميا يوم الاثنين مع خوضه آخر المباريات لفريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في ختام دور المجموعات لدور أبطال آسيا. من مدريد إلى كاتالونيا مع سبورت وأبرز ما قالته عن تشافي أيضا. تشافي لم يتمكن من رفع الكأس الأخيرة. الصحيفة الكتالونية شددت بدورها أن تشافي سيلعب المباراة الأخيرة لفريقه أمام بيرسبوليس المقررة في طهران يوم الاثنين. سبورت أكدت أن تشافي كان يحلم بأن يرفع الكأس 35 في مسيرته الكروية. نبقى في كتالونيا ومع غلاف موندو ديبورتيفو هذه المرة، والعنوان يقول شكرا ليو. إذا ليو ميسي يتسلم جائزة وسام سان جوردي والتي تمنح لأكثر الأشخاص خدمة لإقليم كاتالونيا. تفاصيل هذا الخبر نقرأه من صفحة داخلية في صحيفة موندو ديبورتيفو. ليو يقول أشعر بفخر شديد. ليونيل ميسي قال عقب تسلمه الميدالية إنه يقدر جدا هذا التكريم من إقليم كاتالونيا ويشعر بفخر كبير بعد اختياره، وقال أفتخر تحديدا بالاعتراف بالامتياز وهذا أمر أقدره جدا. جولتنا نختتمها مع الصحف البريطانية ونبدأ بالجارديان التي تناولت هذا التصريح المثير للمدير الفني المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثغيت الذي قال لاعبو المنتخب لن يتراجعوا أمام الانتهاكات العنصرية. ساوثغيت نقل عن اللاعبين الذين تعرضوا لانتهاكات عنصرية قولهم إنهم واضحون جدا، فهم لا يريدون أن يكون الموضوع في النهاية عنهم كأفراد، بل يريدون أن تكون كرة القدم هي المستهدفة. وأضاف مدرب منتخب الأسود الثلاثة هناك الكثير من البيانات التي أدلينا بها ولم تؤدي إلى التغيير والإصلاح. بالنسبة لي فإن النقاش الأوسع حول العنصرية يجب أن يكون التعليم، فهو المفتاح للتخلص من هذه الآفة. محطتنا تصل إلى نهايتها مع صحيفة ديلي ميل ومنها نتابع. رحيم يكشف سر نجاح غوارديولا. المهاجم الإنجليزي يؤكد أن بيب غوارديولا نجح بتحسين العقلية داخل مانشستر سيتي. رحيم ستيرلينج أشار أيضا إلى أن المباريات أمام ليفربول هذا الموسم هي المناسبة الأكبر والأهم بالنسبة لفريقه. ستيرلينج لفت إلى أن غوارديولا فرض نظام الغرامات لمعاقبة اللاعبين على تأخرهم على سبيل المثال، وأضاف غوارديولا قام بأمور بسيطة لكن كان لها الأثر الكبير في نفوس اللاعبين.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرايد، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.